دلوقتي مع حضراتكم هنقابل الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، مصانع عملاقة في قلب بني سويف تصدر ل 34 دولة خضار وفاكهة مجمدة. هو أحد الخبراء الاقتصاديين المتخصصين في إدارة المصانع، هنقابله عشان نعرف كيف سيخوض غمار منافسات جلف فود 2023. خليكم معانا. العالم بيواجه نقص حاد في الغذاء، ومصر النهاردة تعتبر واحدة من أهم الأسواق المنتجة للصناعات الغذائية عالمياً، وخصوصاً الخضر والفاكهة المجمدة. وشركتنا المتخصصة في الصناعات الغذائية هتشارك بقوة في معرض جلف فود في دبي خلال ساعات، واللي يعتبر واحد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الغذائية في العالم. حوالي 102 شركة مصرية هتخوض التحدي، وطبعاً ده في ظل تحديات كبرى. العالم أجمع بيبحث عن الأمن الغذائي وبأسعار عادلة. دلوقتي هنقابل الخبير الاقتصادي المخضرم الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية عشان نفهم خطة غزو أسواق العالم بالصناعات الغذائية المصرية، وخصوصاً الخضر والفاكهة المجمدة من خلال معرض جلف فود، وإزاي نواجه تحديات ارتفاع أسعار الخامات ومواد التعبئة والتغليف، وإزاي نواجه دول بتنافسنا بقوة زي بلجيكا وأسبانيا والمغرب وجنوب أفريقيا وتركيا وألمانيا وكمان فرنسا، وإيه الميزة التنافسية لمصر في تصدير الخضر والفاكهة المجمدة، وإزاي نواجه ظاهرة الدولرة ونحافظ على أسعار منتجاتنا. اللقاء مهم جداً، ركزوا معاه. بنتقابل مع حضرتك يا دكتور دايماً في وقت بنحتاج فيه نفكر إزاي نزود صادراتنا. صادراتنا من الخضار المجمد اللي حضرتك بتدير أحد أكبر مصانعها في مصر حوالي 406 مليون دولار، بنستهدف الوصول إلى 604 مليون دولار. أكيد عندنا خطة. خطتنا إيه في جلف فود 2023؟ الوقت الحالي هو وقت استثنائي بالنسبة للعالم كله. احنا بنتكلم على تأثيرات أزمة المناخ، بنتكلم على حالة من حالات الجفاف موجودة في أماكن في يوروب، فأصبح النهاردة الأد فاليو برودكت أو المنتجات اللي فيها قيمة مضافة مش مجرد أنها مطلوبة بس عشان القيمة المضافة بتاعتها، لكن مطلوبة عشان الفترة اللي ممكن نحتفظ فيها بالخضروات والفواكه فترة أطول عشان نقدر نستخدمها. مع النقص الحاد اللي موجود في العالم كله النهاردة، احنا بنتكلم ان اوروبا معظم انواع الخضار والفواكه مش موجودة فيها. طيب احنا بقى النهاردة في الرقعة الزراعية في مصر على مدار الاربع خمس سنين اللي فاتوا كان فيها انشطة جيدة، وكان فيه اهتمام رئاسي وحكومي بان احنا نزود الرقعة الزراعية عشان نبقى مستعدين لاحتياجاتنا، سد احتياجاتنا. وهنا بقى تيجي دور التكنولوجيا اللي احنا بنتكلم عليها وزراعة الصوبات وحماية الزراعة من التأثيرات المناخية. في حاجات قومي للصوب، أيوة، أو للزراعات المحمية. بالضبط كده. نحن في حاجة ان الموضوع ده يمتد، وان احنا نوسع ويبقى في كوتا منها للمصانع. يعني انا ارجو ان السادة القائمين على هذه المشروعات يحولها إلى كوتا للاستهلاك المحلي بالنسبة للفريش بما يكفي استهلاك الفريش، والباقي يبقى كوتا يتم التعاقد عليها مع المصانع عشان تدي للمصانع في مصر كومبيتيتيف إيدج أو ميزة تنافسية أثناء ما احنا خارجين برا عشان نصدر. نبقى ضامنين أولا أن المصدر بتاعنا مفهوش مبيدات، مزروع تحت خبرات قوية جدا موجودة مع الجماعة وعندهم قدرة عالية في مجال الزراعة، بيطلعوا المنتج المطلوب بالضبط، الكميات اللي هنبقى طالبينها هنبقى عايزينها ومتوفرة، ويبدأ يتعمل كونتراكتنج أو نظام تعاقد ما بين إنتاج الصوبات الموجود وما بين المصانع اللي هي بتوفر العملة الصعبة عن طريق تحويل هذا الإنتاج اللي بالجنيه المحلي
في مصر إلى عملة صعبة إحنا هنجيبها بالدولار. ومن ناحية تانية لم نضر في شيء بالحصة المطلوبة لأن هو يغطي الأمن القومي من ناحية الاستهلاك المحلي. أنا في وجهة نظري أن مصر قادرة على الوصول إلى ما بين 2.5 و3 مليار دولار خضار مجمد بس. فرص واعدة جدا، لأن ربنا خلق لنا حاجة إحنا أكلنا طعمه حلو. خلي بال حضراتكم، الدكتور أحمد عبد الحي الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لشركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية المنتجة للخضار والفاكهة المجمدة شهرزاد، واحد من أهم الخبراء المتخصصين في التسويق وإدارة المصانع في مصر والعالم العربي، وقبل كده أدار مصانع في قطاعات الغزل والنسيج والكيماويات والأغذية والأدوية، وهو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ماسترخت في هولندا، والدكتوراه في استراتيجيات الأعمال من جامعة أكسفورد في إنجلترا، ودبلوم في الإمداد والتموين من جامعة كامبريدج في لندن. وعلى فكرة خلال 3 سنين تقريباً نجح في قيادة شركة الصعيد لتحقيق مبيعات مذهلة والتصدير ل 34 دولة، ومنها أمريكا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال وماليزيا والفلبين والهند، بخلاف كل الدول العربية تقريبا. دكتور، وحضرتك بتحدد سعرك إزاي؟ سعر منتجاتك يعني حضرتك، إحنا طالعين النهاردة على الجلف فود، أكيد كل منتج حضرتك ما شاء الله عندك بتاع فوق 50 منتج مش كده ولا أكثر؟ منتج كثيرة جدا. تمام. حضرتك كل منتج أكيد في اجتماع عشان تسعره. مظبوط. ايه بنود التسعير؟ احنا في عندنا 2 متغير في موضوع الاسعار لازم يكونوا تملي في اعتبارنا. الجزء الاول اسمه ماركت مانجمنت سيرفي، فحص بيتم لجميع اسواق العالم اللي احنا بنتعامل معاها مره كل شهر، وبيبقى عندنا كده الماركت ترند بتاع المنتجات، يعني السعر اللي هو اللي ماشي بيه سواء بقى جاي من بلجيكا، من اسبانيا، من مصر، من جنوب افريقيا، من تركيا، عشان نعرف الماركت نورم، طبيعه سعر المنتج في هذا السوق. الشق الاخر له علاقه بالتكاليف داخل مصر هنا، تكلفه الماده الخام، اليلد بتاعها او نسبه الهالك اللي بتتعمل فيه، تكلفه التصنيع، تكلفه الكهرباء، وبتعمل ما بين الاثنين ميرج أو عملية دمج للدراسة اللي جاية كسعر مستهدف في الأسواق مع الوضع القائم من ناحية التكلفة. بعد كده لو الأمور ماتشينج، يعني ماشية بشكل جيد، يبقى خلاص. طيب لو إن لأ، الأسواق الدراسة اللي جاية من الأسواق بتقول إن إحنا سعرنا مغالى فيه أو التكلفة اللي عندنا أغلى بكتير من هذه الدول، بنحاول نبص في عناصر التكلفة اللي عندنا. هل التكلفة دي بسبب التصنيع، تكلفة التصنيع زيادة، هل الخام هو اللي فيه مشكلة، ونحاول ان احنا نقلل الجاب ما على قد ما نقدر. بعد كده بيبقى في حاجة تانية اللي هم بيقولوا عليها الباسكت بول، ان احنا بنيجي نحاول نشوف مجموعة من المنتجات احنا ما عندناش فيها ايدج قوي، نتيجة ان اسعارها عندنا من ناحية الخام قد تكون عالية جدا لكنها ضرورية لمنتجات أخرى مطلوبة، بس الاثنين لينكد مع بعض، مربوطين ببعض، ومطلوب إنهم يكونوا مع بعض. فبنعمل إن احنا بندخل تكلفة دي مع تكلفة دي، تمام، عشان نحصل على متوسط تكلفة عادل. دكتور أحمد، حضرتك في جلف فود 2023 أكيد في منتجات جديدة وفي أفكار جديدة هتقدمها للعالم، دايما بتفاجئنا. هنصور محرك هناك وهنشوف المفاجآت، ولكن عايز أعرف كيف يفكر الدكتور أحمد عبد الحي في 2023 في معرض جلف فود. والله إحنا بدأنا ندخل شوية في حتة المطبخ، سواء بالنسبة لست البيت أو بالنسبة لصناعة الكيترينج، يعني المطابخ الكبرى. البصل، بدأنا نفكر في الصغيرة دي، بدأنا نشتغل في البصل، في الثوم، في الشبت، في البقدونس، في الكزبرة، في الجرجير، متقطعة تقطيع جاهز لعمل طبخات معينة. بدأنا نفكر في عمل خلطات كونفينينسي على مستوى فيها نوع من أنواع الراحة، على مستوى الفرد السنجل أو الزوجين الصغيرين اللي لسه في حياتهم، عبوات معينة تبقى مناسبة ليهم بأكل سريع صحي. فالنهاردة الكلام ده
احنا عندنا ممكن نفكر فيه في مصر بان هو ده موضوع عادي وسهل. الموضوع ده مكلف جدا بره نتيجة ان الايدي العاملة غالية والوركينج اور المانديت التكلفة بتاعت العمال غالية. فعندنا ميزة نسبية فيه بالظبط كده. فاحنا نبدأ ان احنا نعمل كده. بعد كده عندنا الشركات اللي مثلا شركات البترول اللي بتعمل كل يوم 1000 وجبة و 1500 وجبة و 2000 وجبة و 3000 وجبة. الشيفات والعمال الموجودين فيها ما مش فاضيين ان هم يقعدوا يقطعوا بصل ويقطعوا بقدونس ويقطعوا كرات عشان يطبخوا بيه. فبدأنا ان احنا نعمل الكلام ده ونقدمه لهم دلوقتي حلول جديدة ان احنا نبقى ready to cook. احنا مجهزين لكم عبوات جاهزة لعملية الخدمة بتاعت الكترينج على المجال ده. والمجال الكترينج في الخضار المجمد في العالم هو 4 أضعاف إلى 6 أضعاف مجال الريتيل. تمام. فاحنا بدأنا ان احنا ندخل بقى في المرحلة دي ان احنا عايزين يبقى لنا تواجد جيد مع هذه الأسواق جوه الدول اللي حرك فيها. بالظبط. أسواق جديدة جوه الدول اللي احنا اصلا جواها. بالظبط كده. وهنبدأ ان احنا نشوف بقى ونتعلم منهم ذوق كل دولة ايه عايزة ايه. يعني احنا اخر حاجة عملنا الكبسة السعودي فروزن ناقصها بس الرز. بجد؟ الكبسة السعودي؟ ايوه. الخلطة بتاعتها. عملنا البرياني الهندي جاهز. طب التست مين يقول لك ان ده تمام؟ نفس السعوديين. احنا عملنا تيست بانل في السعودية مع سعوديين هم اللي كانوا بيقولوا لا عايزين يزود الله. كذا عظم. عايزين نقل كذا. لا البدنجان هنا البزر بتاعه احنا عايزينه يبقى كذا. طب خلطة المحشي بتاعتنا ما تمشيش معهم هناك؟ لا احنا بنعمل محشي كامل مصري. تمام. بدنجان وكوسة وكرنب هيبقى في بانت اطباق ودي هتبقى مينلي عشان المصريين اللي عايشين في الخارج. تمام. وهنا اللي عايشين في الداخل واللي عايشين في الداخل حتش عاد وقتي اول تمام. ان هو يبقى جاهز عنده الخلطة بتاعته موجود جواه. دي حجم بيزنس على مستوى الريتيل هيبقى صغير بس اللي انا متوقعه ان هو على مستوى الكترينج كان طبعا حجم هيوج ومضاعم. جدا وممكن ان هو يخدم بشكل جيد جدا ويدي. وبعدين احنا محتاجين شوية. انا بناشد الاخوة اللي شغالين في نفس مجالنا بس عندهم مطاعم ان هم يعملوا ايدينتيفاينج للايجيبشن كوزين المطبخ اكتشاف للمطبخ المصري. تمام. احنا ما ينفعش ان يبقى في المطبخ التركي والمطبخ الإيطالي والمطبخ المكسيكي والمطبخ الهندي والمطبخ الشامي والمطبخ المصري ملوش وجود. وإحنا أغنى مطبخ في العالم. التأمين على صادراتنا دكتور من الخضار المجمد دلوقتي في ظاهرة بضاعة الأمانة. مصنع يبعت كراتين كتير جدا لأحد المستوردين فبياخدها وبيشتغل عليها بالعمولة. اللي اتباعت باع ما اتباعش واخد عمولته خلاص خلص الموضوع. الباقي يرجعه لك أو يرميه ويقول لك ده تالف. ازاي نأمن على صادراتنا ونمنع ظاهرة البيع بنظام الأمانة؟ ده محتاج تشريع من الدولة ومحتاج تنظيم من وزارة الصناعة والتجارة بأن محدش يطلع يصدر حاجة برا وليكن حتى إن شاء الله على هيئة قانون. تمام. إلا بفاتورة لها ضمانات حتى لو أدى أن هذه الضمانات بقى فيها إعادة تأمين في جهات دولية التكلفة ايه 1-2% 3% ايان كان هذه التكلفة اعتقد ان الخاسر بيبقى اكثر منها. ثانيا هذه الممارسات هذه الممارسات هي ممارسات سيئة للغاية لانها كأنها بتقول ان احنا رخاص قوي واحنا مش رخاص. فالنهاردة الموضوع ده ممكن يكون محتاج لجنة تكون من وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة الزراعة مع وزارة التخطيط مع جهات المستثمرة الكبرى في مصر لوضع خطة كاملة لشكل خريطة تصديرية لمصر. ثانيا احنا محتاجين ان احنا نعيد نظر بشكل جدي في عملية تنظيم المعرض ومين بيطلع ومين بينظمه برا والاتفاق على مكان وجود الجناح المصري في جميع المعارض عامل ازاي مكان الجناح طريقة تنظيم الجناح. انا مش شايف اي مانع ان احنا يبقى لنا في جميع المحافل الدولية من المعارض صالة مغلقة بالكامل اسمها صالة المنتجات المصرية.
ليه احنا يترمي هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وده يبقى قاعد مش عارف اللي هو متاخر في الاشتراك دايما. صدقني ده بيبقى سبب رئيسي. طيب انا اعتقد ان لو المشكله مشكله تمويل اعتقد ان سمعه مصر اكبر بكتير من انها تتساب في ايد جهه ما عندهاش القدره على التمويل. نحتاج وزاره تسويق لمصر، وزاره تضع مصر نصب اعينها 100% من ناحيه دراسه التسويق الداخلي داخل مصر والتسويق الخارجي للمنتجات المصريه، ووضع خطط استراتيجيه للبيع والصناعه والزراعه لكي نضع مصر في مكانها المطلوب. ولو كان قبل كده الكلام ده كان احتياجنا ليه عشان نتحسن، النهارده احتياجنا ليه لكي نبقى. بالمناسبة شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية المتخصصة في الخضر والفاكهة المجمدة متواجدة في منطقة بياض العرب الصناعية في بني سويف، وتعتبر قصة نجاح كبرى للبنك الأهلي المصري لما قرر يخوض تجربة الاستثمار في قلب الصعيد، وكان الهدف الرئيسي هو مواجهة نفس التحديات اللي ممكن يواجهها أي مستثمر جاد بالصعيد. النهاردة مصنع الصعيد لصناعة المواد الغذائية بقى من أكبر المصانع على الإطلاق في مصر المتخصصة في تصنيع الخضر والفاكهة المجمدة، وبقى صاحب أشهر العلامات التجارية في السوق المحلي والعالمي، وبيمتلك أكبر مجمع للتجميد باستثمارات تجاوزت 200 مليون جنيه داخل المصنع. محتاج اطمن على الصعيد لصناعة المواد الغذائية كم دولة النهاردة بنصدر لها؟ دخلنا أسواق إيه؟ طاقتنا الإجمالية النهاردة قد إيه؟ الخطوط الإنتاج اللي حضرتك خطفتها قبل هذه الطفرة في الأسعار عاملة معنا إيه؟ الحمد لله رب العالمين. شركة صعيد لصناعة المواد الغذائية حالياً فيها خطوط إنتاج وطاقة إنتاجية تكفي ما بين 65 و75 ألف طن ما شاء الله، وإن شاء الله كمان ممكن شوية موديفيكيشن أو شوية تعديلات بنعملها قريباً قد يزود الكلام ده كمان. اعتقد ان احنا من ناحيه الطاقه التخزينيه حضرتك كنت حضرت معانا في افتتاح الثلاجات، ويمكن بنفكر في ان احنا برضو نعمل شويه حلول تزود. حضرتك عديت بالثلاجات كان ساعتها استثمرت حوالي كام؟ 200 مليون بالظبط، النهارده ولا 400 مليون عشان تعمل مجمع الثلاجات. اكثر بكثير اكثر بكثير. وكان ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. بس الأهم، الجزء الأهم اللي أنا كنت سعيد بيه بصراحة في الفترة اللي فاتت هو استثماراتنا في البني آدمين، تطوير العنصر البشري داخل مصنع الصعيد. أيوة، إحنا بقى عندنا ستاف. أنا أدعي إن عندي عمال في المصنع، عمال يستطيعوا إدارة مصانع ما شاء الله، ويتطوروا كل يوم، وعندهم وكسر عندهم حاجز ان هو هذا ما الفينا عليه اباؤنا. لا، بقى عنده دلوقتي القدره ان هو كل يوم يسمع جديد، وبقى دماغه مفتوحه ان هو يتاقلم مع هذا الجديد. لان حاجز انعدام الثقه ما بين الادارات وما بين العمال والموظفين انكسر في الفتره اللي فاتت، فاصبح هناك حاله من حالات الذوبان ما بين السلطة والعامل، أننا جميعا مع بعض. أنا بتعلم من أصغر عامل موجود هناك دكتور، إنه بخلهم يا تمام. يعني ده حصل قدامنا دكتور، حاجة طبخت للناس عشان تاكل في صحراء من الصحرات عليك بنفسك، فده أسلوب إدارة، الإدارة بالحب. ده شيء هايل، أنا أشكرك عليه بجد إنك تعمل كده مع العمال. هم اللي فاتحين بيوتنا. أنت صحيح تمام طبعا. إذن له علينا واجب، الواجب ده مش ان احنا نديله فلوس، لا، ان احنا نطوره كبني ادم، نطور فكره كبني ادم، وبعد كده نساعده ان تطوير فكره ده يترجم معاه الى تطوير حياته. فحياته لما تتطور يبقى مدخوله جيد، بس مدخوله جيد مش من منطلق العطف ولا الشفقة، من منطلق اننا صنعنا انسان منتج قادر يعيل نفسه ويعيل الآخرين. خلي بال حضراتكم، الدكتور أحمد عبد الحي رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية بيخطط النهاردة لتقسيم الشركة لثلاث شركات. الأولى متخصصة في الإمداد والتموين، يعني مهمتها إدارة مزارع الخضر والفاكهة اللي بتورد إنتاجها للمصنع، ده بخلاف المشتريات.
والشركة التانية متخصصة في الإنتاج والتعبئة للخضر والفاكهة المجمدة لنفسه وللغير، والشركة التالتة متخصصة في البيع والتوزيع المحلي والدولي لنفسه وللغير. هي الصناعة النهاردة كده، علم وإدارة. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي الدكتور منير مسعود شيخ المصدرين في قطاع الصناعات الغذائية ورئيس شركة مصر كافي للقهوة سريعة الذوبان، والذي ينتج نحو 30 منتج ويصدر إنتاجه لأكثر من 50 دولة.